هل يأثم من لعب بالنرد؟ هكذا قال فريق من أهل العلم خاصة الذين صححوا حديث من لعب بالنرد فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم، لكن بهذا اللفظ أرى فيه علة، ولكن الكراهية موجودة لقول النبي صلى الله عليه وسلم من لعب بالنرد شير فكأنما صبغ يده في شحم خنزير ودمه. أحبك الله.